بدنا نقول لك وايد اكو من سوينا خاصه اللي سوينا الحين عاجب الناس عاجبهم هالشيء تخيل يعني شيء اكثر من هذا ممكن وايد مع امكانيه ما. اكبر مع مبالغ تدش عليك اساس تنظم شيء اكبر احنا بدون شيء والله بمبالغ بسيطه سوينا شيء صراحه طير العقل احنا قاعدنا قاعد نقول معقوله هالجمهور هذا كله موجود واللاعبين وين المكان قلتوا لي في ارض المعارض ارض المعارض نعم ارض المعارض نعم. زين ليش ما كانت في مشاركات نسائيه معكم او البنات ولا ما لهم حظ او ما لهم لعبه ستريت فايتر لعبه رجال لعبه يعني قوه فيها عنف فيها يعني حتى عمرنا ما شفنا بنات مجمعات تجاريه يلعبون او ان يتنافسون في العاب معينه يختارونها البنات يصارفون وايد بس على فكره ترى برا الكويت في يلعبون برا الكويت في بنات يلعبون وفي انا بضيف النقطه نفسها تفضل يعني انا ما كنت بسفرتي باليابان لعبت نفس اللعبه هذه يعني انا مستواي الحمد لله فزت بالبطوله فمستواي زين فتخيل منو اكثر يعني اكثر شخص فاز علي وانا باليابان كانت منيه ايه يعني انا تفاجئت يعني كنت ما ادري من البارين بالصوب الثاني فما راح تخرد فشفته كان يلعب واحده بنيه وكانت يعني صد مستوى يعني منافسة قوية يعني هاش قطم إيه هو كم بطوكو أنت شو تقول عين الله هذا بطل يعني خصم بطل ما حد يكلم الحين يعني طول عمرنا كنا نتكلم نقول إن أنا الأقوى أنا والأقوى الحين ما حد له كلمة الحين البطل موجود والكاس موجود وهذا ميدان يحمل البطل الأقوى والبطل الأقوى يا عبدالله يعني أبطال ومنظمين في عندكم الحين بعد انتم هل راح تبتكرون مثلا العاب ثانيه ولا هذه الموجوده اكيد يعني هذه بس تجربه الدوره الاولى نعم المفروض يعني الهدف من الدوره هذه كلها ان نشجع الالعاب كلها الباقي يعني مو بس لعبه واحده راح يعني الايفنت الجاي ان شاء الله راح يكون كذا لعبه 3 تو 4 جيمز يمكن جمهور اكبر يعني الايفنت نفسه يحتوي على أوسع. اكثر من يعني لعبه مو شرط بس لعبه ستيت فايتر واحده بس عادي يكون مثلا كره يعني اتس اول اباوت فيديو جيمز فتغير يعني البطولات الخارجيه ابو عبد الله تلقى اكثر لسه من 4 إلى 5 العاب يعني وفي يعني في اشخاص يفضلون لعبه معينه يعني اللي يو هالبطوله بس يعني لو انت تفتح المجال على العاب ثانيه تلقى الجمهور ما يخلص ما شاء الله يعني العدد كان تقريبا فوق 400 شخص فما بالك لو تفتح العاب اكثر تبي يعني صاله العاب عشان تنظم بطوله مثل هذه زين في اخوي احمد مثلا انت مشاركت برا في اللي المنافسين اللي انت مشاركت معاهم هنا هل هم بعد سافروا وشاركوا معك هي أكيد. ولا بس كلهم لا كلهم يعني منافسه برا منافسه عالميه يعني مو بس خاصه للدوله يعني مثل بامريكا يشوفون منه الاول بكل ولايه بعدين يسوون بطوله كاملة نفس الشيء باليابان وآسيا يعني بدول آسيا مثل كوريا تايلاند اليابان بالنهاية تلاقي يعني الأول من آسيا يبار الأول بأمريكا وهذه صارت يعني مو من فترة أنت الحين خبير إيه خبير فأنا أتمنى لاعبنا من الشرق الأوسط لاعب الشرق الأوسط الحين يأخذون أمريكا أتمنى الشيء هذا يكون يعني هو يعني ما شاء الله الشباب يعني كبداية هذه بداية قوية يعني أتمنى أن يكون شيء يعني مو بس كويتي يعني يكون شيء خليجي أو عربي وإن شاء الله يعني نروح نلعب يا الناس البطولات العالمية مو بس أمريكا يعني أهم يعني على مستوى احتراف وإحنا كان عندنا طاقم فريق كامل لعبة ثانية مو لعبة الستريت فايتر لعبة ثانية فريق كامل راح أمريكا وحصل على تقريبا المركز الثاني على مستوى العالم يعني وجوائز مالية قوية يا عبد الله توصل إلى $50,000 حلو يعني ما نتكلم مبلغ 100 دينار ولا كاس ولا تلفزيون لا مبالغ ولا وشركات تبناها شركات تبنى اللاعبين اساس يقعدون بس 8 ساعات قدام الكمبيوتر وتصير مثل ما تقول وظيفه وظيفه كامله 8 ساعات يوميا انت تقعد وتجاب الكمبيوتر اساس العالم من شبكات الانترنت يتلعب معاك انت اسمك معروف هذا يعتمد عليك انت اخوي حسين نعم. يعني انت كعلاقات عامه ومقدم ومعلق في هذا هذا طبعا اي يعني انت عشان تشجعهم تطلب من هذه بالعالم ككل ان في عندك انت الحين عندنا بطل عندك بطل ومن ينافسها بطل نحطه طلع بالانترنت وطلع هذا احنا عندنا بالاضافه ابو عبد الله عندنا ويب سايت مع طبعا اشراف الاخ سليمان. ويب سايت كامل في تعرض فيه جميع البطولات بمواعيدها بانواعها وفيها اسماء الفائزين وفيديوز وكل شيء يعني تفصيل كامل لما نعمله احنا في الكويت في مجال الفيديو جيمز فيعني الويب سايت
ودي نعرضها يعني. عندكم ويب سايت؟ حاطينه اي موجود. حبيت بعد اضيف شيء على الدورات برا. ايه ترى عندنا كان فريق يمثل الكويت راح الصين وطلع المركز الثاني. بس الامارات ودوهم والكويت ما كسبت الشبكه بالكويت. يعني هم كويتيين كويتيين تبنتهم على حساب الامارات فطلعوا باسم الامارات مع انك فريق كويتي وطلع المركز الثاني. اي باسم الامارات باسم الامارات لان بالكويت كان يعني ما يشوفوا مثل كل فيديو جيمز الناس ما تقول نفس لعبه احتراف او شيء. ما صار ما جاكم بعض الانتقادات او شيء؟ والله على المشروع كله على المشروع. ككل لا بس على الصاله على الحدث اللي صار يقولون انها طولت زياده. يعني البطولة بدأت من الساعة 6 خلصت الساعة 2 احنا نقول يمكن هذا من الست بالمساء نعم ليل 2 بالليل نعم. هو شنو ابو عبد الله احنا قلنا ان توقعنا ان تخلص البطولة مبكر يعني اللعبة صارت مثل الفيلم احنا توقعنا ان هذا راح يكون في انتقاد عليه ولكن الحمد لله شفنا ان الجمهور تم قاعد للساعة 2 ما شاء الله فوق 300 شخص قاعد يطالع للنهائي ويشجع. ما في استراحة ما عندكم بلا في استراحة للصلاة طبعا كان في استراحات استراحة للصلاة واستراحة للوطن طبعا يعني حق الاعصاب يعني واحد شاد اعصابه طول الوقت من كل جولة لجولة طبعا في نص ساعة طبعا ما يخلصون اللاعبين الثانيين اساسا قاعد تحكي على تقريبا 76 لاعب قاعد يلعبون غير المشاهدين ف 76 كل ما يلعب جيم فراح ياخذ وقت فبين جيم لجيم فما يكون قاعد يلعب على حد يمشيش العرض ماله ولا تكييف مرتاح يعني اي لا مسابقات برا وقاعدين يعني ممنوع الطعام داخل الصاله ما ممنوع بس انها اول وقت الاستراحه يطلع برا يشرب ستاربكس شوي ما يصير بس قهوه وهذا ويرجع يكمل شو اسمه مبارياته. طبعا ما قلت لك يعني الاول لما يبدي على ما يخلص الدور كله اللاعب يلعب اول مره يبي له وقت. زين هل في عندكم اشتراكات الان خليجيه عربيه عالميه مثل ما اخوي احمد يعني شارك سواء كان في امريكا او في اليابان او في الصين اللعبه؟ يعني هل في اوقات لها مواسم مثلا كل شهر في دوله ولا كل سنه بس؟ اتوقع عبد الله احنا راح نكون الرائدين في هالموضوع هذا يعني بين دول عربيه ما صار شيء مثل هذا. انا اتكلم على مستوى عالمي انا شفت المستوى العالمي شلون صاير على مستوى العرب ما عمرنا شفنا حدث مثل هذا لا بالانترنت لا باي شيء. فاقول لك بصراحه احنا راح نسوي شيء نخلي العالم الطالع يعني تقول ان الكويت هي الدوله الوحيده اللي عندها من بدأت البطولات هذه من بدأت بطولات البلاي ستيشن العاب الفايتنج العاب المصارعه مثلا. ف يعني راح تشوفون بالمستقبل ان احنا راح نكون الاكبر. زين المتصارعين اللي في اللعبه لهم اسماء ولا بس لهم اسماء على اسماء يعني مشهوره في المصارعه؟ نعم الحره لا 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 ولكن ما ادري هذا الماثل كيك بوكسينج كيك ما شو يسمونه ايه هو كل 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 لاعب او كل كل مقاتل اي لا اسم طبعا اسم يعني فيكشنال مو شخصيه موجوده بالصدق ولا ستايل اي مثل واحد تلاقيه الجبار يعني مثل الحركه دمبكجي يعني مثل تلاقيه مثلا واحد ستايله كاراتيه واحد ستايله كيك بوكسينج واحد مصارعه يعني انفلونس من شخصيه موجوده مثل جاكي شان او الاسامي الكبيره بالمارشال ارتس انه خذوا الشخصيه على يعني صبته تقول صبت الشخصيه بس اسمه طبعا ما يقول اسم الشخصيه نفسها يعني. بارك الله فيكم الله طبعا في نهايه هذا اللقاء نشكر منظمين البلاي ستيشن سيد سليمان الرومي وعلي العلي ومقدم والعلاقات العامة كلها عند حسين الغريب والمهندس حسين الغريب كذلك الفائز أحمد الحماد بكل عطاءاته. إن شاء الله نبيك تفوز في كل البطولات بإذن الله ونهنيكم على هذه البطولة ونهنيكم كذلك نهني الكويت على أساس أنكم تعملون هذه البطولة إن شاء الله في كل سنة. يعطيكم العافية ومشكرين. على الاستضافة الحلوة هذه ومزيد إن شاء الله بالمستقبل يا رب إن شاء الله. مشكورين لنا فاصل ثم نواصل أنا ونادي البرنامج فاصل.